أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الجمعة المصادف 13 من شهر تشرين الأول 2023. بالنسبة للنباتات المزروعة في نظام الزراعة المائية بالأنابيب فوق سطح المنزل، لدينا هنا الطماطم بأنواعها، الطماطم العادية بذور F1، طبعا الحمد لله الإزهار يعني أصبح تام في كل النباتات. كذلك بالنسبة للطماطم البلحية الحمراء، أطوال النباتات الحمد لله تجاوزت المتر أو المتر ونصف، يعني عندما أقف تصل إلى طول كتفي بالنسبة للطماطم الـ F1. أما بالنسبة للطماطم البلحية والكرزية والكمثرية قمنا بترقيدها، يعني الملاحظ أنه النبات هذا طوله أيضا ما يقارب المتر، لكن عملية الترقيد قللت من الطول. بالنسبة للخيار القثاء أيضا نلاحظ احنا السيقان الممتدة بطول الأنبوب، ما شاء الله. يعني ننتظر الآن عقد الثمار وتكونها. بالنسبة للرقي وفرنا هنا أسناد لثمار الرقي النامية، أيضا زهرة جديدة لثمار الرقي. الطماطم الكرزية قرع. طبعا استمرت عملية حش الخضروات الورقية كما واضح هنا في نبات الريحان، وجميع الخضروات الحمد لله بدأ الاستهلاك لها. الطماطم الكمثرية الصفراء
لدينا هنا نبات الخيار، إن شاء الله. بالنسبة للملوخية، الحلبة، الكراث أيضا قمنا بحشه أكثر من مرة. الحمد لله، بفضل الله الأمور جيدة، ولا توجد ملاحظات ولا توجد مشاكل. استقرار نمو النبات وتزهيره والإنتاج إن شاء الله يكون وفير بفضل الله. القرنبيط، هذه الأفرع التي قمنا بوضعها في الماء لغرض التجديد، نسبة كبيرة منها أيضا. إن شاء الله ننتظر أنه تزداد أطوال الجذور أكثر قليلا، ونستفاد منها بنقلها إلى الأماكن الفارغة في العناب. الخس والنعناع، أيضا لدينا هنا زهرة أنثوية أخرى بالنسبة للرقي الأصفر. طبعاً نختار زهرة بكرية، نقوم بقص الأوراق أو البتلات مجرد ملامسة الزهرة الذكرية لميسم الزهرة الأنثوية تلتصق حبوب اللقاح الموجودة فتتم عملية التلقيح. هذه أيضا زهرة جديدة أخرى.
بالنسبة للقرعيات تحتاج إلى إسناد في عملية تلقيح الأزهار وتدخل، وخصوصا مع عدم وجود النحل. بهذه الطريقة تتم عملية تلقيح الأزهار. هذه العملية في الخيار، في الرقي، في القرع، في الكوسة، في بالنسبة لعدد النباتات يعني قليل، والأزهار تخرج بشكل متواتر أو متتالي، فتكون المسألة يعني بسيطة وسهلة، بإمكان الشخص أن يقوم بها بنفسه في كل يوم. هذا ما لدينا اليوم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.